اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام الى حلقه جديده من برنامج كشك الصحافه، نطالع فيها. موقع بوست يقول ان 2017 سيكون عاما مختلفا للموظفين العسكريين والمدنيين. ومن المصدر اونلاين الفيسبوك يحرم طالبا في جامعه الحديده من دخول الامتحانات النهائيه. الشرق الأوسط، فرنسي عمره 105 سنوات يقطع 20 كيلومتر على دراجته الهوائية. ومن الأخبار الأكثر تعليقاً، رئيس الفلبين: بعض أقاربي أعضاء في داعش. موقع المصدر أونلاين عنوان في صفحته الرئيسية: منشور فيسبوك يحرم طالبا من دخول الامتحانات في جامعة الحديدة. وقالت التفاصيل: تعرض طالب في جامعة الحديدة للحرمان من دخول الامتحانات النهائية بسبب منشور كتبه على صفحته في الفيسبوك انتقد فيه فساد الجامعة. وحسب مذكرة صادرة من نيابة الأموال العامة في محافظة الحديدة غرب اليمن، فقد تعرض الطالب منصور الدبعي سنة رابعة في قسم الإعلام بكلية الآداب للحرمان من الامتحانات على خلفية تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وحسب شكوى الطالب، فقد قام عميد الكلية بطرده من قاعة الامتحان بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور أحمد دغار المعين من قبل سلطات الحوثيين. ووجهت النيابة العامة بالحديدة عمادة كلية الآداب بتمكين الطالب من أداء امتحاناته، وحملت العميد المسؤولية الكاملة في حال منعه من أداء الامتحانات. موقع عدن تايم ركز على اللقاء الذي جمع بين أحد المعتقلين المفرج عنهم من قبل ميليشيا الحوثي، وقال الموقع إن محافظ شبوة أحمد حامد لملس التقى المفرج عنهم من سجون ميليشيا الانقلاب، ومن بينهم الدكتور ناصر علي محمد الأصفر الذي وقع في الأسر بأيدي الميليشيا في 19 من شهر مارس من العام المنصرم 2016 في جبهة بيحان. ووفقا للموقع، فقد تحدث الأصفر حول المعاملات والظروف السيئة للاعتقال التي يعيشها كل من هم في سجون الميليشيات الانقلابية، ودعا المفرج عن قيادة شبوة إلى بذل كل السبل والإجراءات الكفيلة بسرعة الإفراج عن بقية الأسرى من أبناء محافظة شبوة الذين ما يزالون يقبعون في سجون الميليشيا. خاض اليمن حربا ضروسا خلال العام 2016 كانت أشد قوة من العام 2015، وبنهاية مارس من العام الجاري ستدخل الحكومة اليمنية والتحالف العربي حسب وصف موقع يمن مونيتور العام الثالث من العمليات العسكرية ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق اليمني. ويقول الموقع إن أولى أولويات الحكومة اليمنية مع بداية العام هي تأمين المحافظات والبلدات المحررة من ناحيتين: الأولى تأمينها من الخلايا النائمة التي توالي صالح وجماعة الحوثي المسلحة، إلى جانب تأمينها من الهجمات الإرهابية للجماعات المتطرفة. وثاني الأولويات هي تأمين الحكومة من الخلافات الجانبية التي قد تؤدي لانهيارها سياسيا، يشمل ذلك نبذ التعيينات على أساس المنطقة أو الولاء الشخصي وليس الوطني. عمان ونيف واليمن وسط الضيم والظلام، إلا أنه كان فيها من الإضاءة ما يكفي لتعرية المشروع الكهنوتي الخبيث. عمان امتلأت بها المقابر والسجون، وتقلد فيها قطاع الطرق واللصوص زمام الأمور. هكذا بدأ راجي عمار مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال في جزء منه: انطفأت كهرباء اليمن في سبتمبر من العام 2014 المشؤوم، حيث سقطت صنعاء بيد الانقلاب الغاشم. أرادوا بطريقتهم إطفاء أحلام وطموحات الشعب اليمني، دولة بمؤسساتها العسكرية والمدنية ومخرجات حوارها ودستورها تلاشت في لمح البصر. أعيدت عجلة بنائها وتنميتها شبه المعدومة 50 عاما إلى الوراء في مشهد مأساوي فجع التاريخ من هول كارثته. عمان أبصر فيهما اليمنيون الشر الذي كان كامنا يتربص بهم ويتسلل من تحت التبن ليذيقهم الويل والثبور. عمان حاولت فيهما قوى الشر إيقاف قلب اليمن النابض بالحياة، ولكن هيهات، فقد عرف اليمن أعداءه الحقيقيين، وكل من يساندهم عرف من يريد استعباده أبد الدهر ليظل تحت وطأة الفقر والجوع والمرض.
عمان واليمن وفق منظمات دولية وأممية يصل أكثر من 90% من سكانه لتحت خط الفقر. عمان تكبد فيهما اليمنيون العناء للتعافي من هذا المرض الكهنوتي، وها هو الجيش الوطني في طريقه لإنهاء الموقف ووضع حد فاصل لهذه المعاناة. واليوم يطل علينا عام 2017، واليمن مثخن بالجراح أمام سيل هادر من الأحداث المتلاطمة. رغم كل هذا العناء إلا أن عزيمة اليمنيين لا تنثني، وقلب اليمن لا يتوقف عن النبض بالأمل، وسيكون العام الفاصل في تاريخ اليمن الجديد بإذن الله، رغم أنف المتربصين وأرباب المشاريع الضيقة والرؤى العقيمة. هو بالنصر العظيم عام جديد فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. موقع الموقع بوست نقل عن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قوله: إن اللجان الوزارية تشرف على عملية صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن، وذلك لإيجاد قاعدة بيانات صحيحة للمؤسسات العسكرية والأمنية. وأكد بن دغر أن هذا العام لن يكون كسابقه، حيث سيشهد اليمن نموا اقتصاديا، وسنعمل على محو آثار الحرب وصرف رواتب موظفي الدولة من العسكريين والمدنيين بانتظام. وأضاف: صرف مرتبات الموظفين سيكون منتظما العام الجاري، وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل دائم ومستمر ضمن موازنة الدولة للعام الجاري. وإلى محافظة إب، حيث عنون موقع مسند في صفحته الرئيسية: ميليشيات الحوثي وصالح تنفذ 154 جريمة وانتهاكا خلال ديسمبر الماضي. وقال تقرير صادر عن مركز إعلام مقاومة إب إن الانتهاكات توزعت بين إعدامات وقتل وتعذيب حتى الموت، بالإضافة إلى مداهمات ونهب واختطاف وتفخيخ منازل واحتلالها وسطو مسلح وسرقات وابتزاز للمواطنين في شهر اتسم بالفوضى الأمنية. وكشف التقرير عن مقتل 14 مدنيا بينهم امرأة، وإصابة 13 مواطنا بينهم امرأتان وطفل، في جرائم توزعت بين قتل مباشر قامت به الميليشيا، وتصفيات وإعدامات وقتل تحت التعذيب، واغتيال وقتل نتيجة الفوضى الأمنية. وقال التقرير إنه تم اغتيال قيادي إصلاحي بعبوة ناسفة زرعت جوار منزله بمديرية جبلة، وحالتا إعدام ارتكبتها الميليشيا بحق الشقيقين سليم وجهاد عبد الكريم القوسي في منطقة السحول بمديرية المخادر، ووفاة مواطن من أبناء مذيخرة تحت التعذيب في سجون الانقلابيين. يتابع الموقع: نفذت ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية حملات اختطاف واسعة بحق أبناء المحافظة خلال الشهر الماضي، حيث قامت باختطاف 69 مواطنا من مختلف فئات المجتمع. ونقرأ لكم من الصفحة الرئيسية لموقع مندب بريس: فشل محاولات جماعة الحوثي لكسر إضراب نقابة التدريس بجامعة صنعاء. يقول الموقع: إن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء وجهت شكرها لأعضاء هيئة التدريس بنجاح مرحلة الإضراب الجزئي، واعتبرت الهيئة في بيان لها أن التفاعل الذي لقيه الإضراب الجزئي وعدم التفات أعضاء هيئة التدريس لما وصفه بمحاولات شق الصف والتشويش الفاشلة مثل درساً في الروح الوطنية العالية. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مصدر في جامعة صنعاء عن فشل كبير منيت به رئاسة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين لكسر الإضراب داخل الجامعة. وقال المصدر بأن رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين فوز الصغير دعا صباح أمس لاجتماع أعضاء هيئة التدريس الموالين للجماعة لإفشال الخطوات التصعيدية التي تقوم بها نقابة التدريس بالجامعة، لكنه فوجئ بمقاطعة كاملة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحضور اللقاء، ما اضطره للمغادرة. تراتيل الحسم، تحت هذا العنوان كتب علي الزبيدي مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في أجزاء منه: أبداً لا يعنيهم ما يعني الثكلى والأرملة والأيتام، لا يحرك في أفئدتهم الميتة ركام الجثث وتشرد الأطفال وضياع الأسر، يعنيهم فقط أن يسكن الموت زوايا النفوس قبل زوايا البيوت، قبل ردهات الأزقة المسمومة بشبح الفناء وهو يعتصر الحياة. تجار الأسلحة ونخاسو الموت ليس في قاموسهم مصطلح النهاية إلا حين تكون لمن تبقى من البشر الذين ما زالوا يسترقون رمق الحياة وخوفاً على تجارة الموت أن تبور. ليس في معجمهم الحسم،
بأنه الموت الزؤام لصفاتهم المحمومة التي ترتعي على أنين النفوس المكلومة. لاعبو السياسة الدولية لا يشق أذانهم صراخ أم تفقد وحيدها على قارعة البيت على يد قناص لا يعرف للطفولة معنى ولا للإنسانية مبنى. الحسم حلم من يلجون أبواب الليالي المقفرة إلا من الدماء والأشلاء والآهات المتدثرة بأمل عاثر. الحسم ضرورة حياة لمن يقفون على أعتاب المقابر ينتظرون دورهم بيقين أنه لا مناص منه إلا إليه. ركز موقع المشاهد نت على صدور رواية أدبية من مدينة محاصرة في اليمن، وقال كاتب الرواية رستم عبد الله إن لذلك علاقة بقوة الإرادة والصمود في تعز. ووفقا للموقع فقد صدرت عن دار فكرة للنشر والتوزيع بالقاهرة بمصر رواية مدينة الموتى، وهي رواية فانتازيا مثيرة تدور أحداثها في 160 صفحة من القطاع المتوسط. وقال الكاتب: يأتي إصدار الرواية بمثابة التحدي والصمود وقوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها مثقفو وأدباء مدينة تعز، وحبهم لبقاء الفعل الثقافي واستمراره بمدينة تعز عاصمة الثقافة اليمنية، وحبهم لمدينة تعز ورغبتهم بأن تظل منارة للعلم ومركز إشعاع تنويري مهما عبست الأيام وتضعضع الحال. وقال الموقع إن المؤلف أهدى عمله لمدينة تعز التي يدين لها بالفضل الكثير ويبادلها الحب والوجع، حيث يقول في الإهداء: إلى المدينة الأسطورية التي تنبت قبور شهدائها بذورا تزهر وطنا مترعا بالمحبة والتسامح والوئام. وإلى صحيفة تعز المقاومة والتي قالت في إحدى صفحاتها: إن وفداً وزارياً وبرلمانياً عالي المستوى زار جرحى مدينة تعز المتواجدين في مستشفى الدولة بمدينة أفيون التركية. الوفد ضم نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتحدث باسم الحزب ياسين أكتاي، بالإضافة إلى وزير البيئة فيصل إير أولو، ووزير الثقافة والسياحة نابي أفجر، ووالي مدينة أفيون ورئيس جامعة مدينة أفيون وأعضاء البرلمان التركي عن مدينة أفيون. وقام الوفد التركي برفقة الوفد اليمني الطبي والإداري بزيارة جرحى مدينة تعز في مستشفى الدولة بمدينة أفيون التركية، مطمئناً على حالتهم الصحية ومرحباً بهم في دولة تركيا. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد. صحيفة الخليج الإماراتية عنونت: ترتيبات لاستئناف تشغيل القطاعات النفطية في شبوة. تقول التفاصيل: إن اللجنة المكلفة من الرئاسة اليمنية ناقشت مع قيادة السلطة المحلية وضع المعالجات والترتيبات اللازمة لإعادة تشغيل القطاعات النفطية في المحافظة، وتناول الاجتماع استئناف العمل في القطاعين النفطيين 4 و5 وترميم وإصلاح خزانات النفط الخام في منطقة النشيمة وأنبوب نقل النفط المغذي لها والممتد من منطقة العلم. وأقر الاجتماع أيضا التدابير والإجراءات التي تعجل باستئناف العمل في القطاعين النفطيين، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة النفط والمعادن والشركات المشغلة للقطاعات النفطية وقيادة السلطة المحلية. ميدانياً، نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر موالية للشرعية في محافظة صنعاء الريف كما وصفتها، قولها إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على التبة الحمراء والتبة السوداء المطلتين على مركز مديرية نهم المديد بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي خلفت قتلى وجرحى من الجانبين. وتزامن ذلك مع إعلان محافظ صعدة هادي طرشان الوائلي في موقع فيسبوك أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على منطقة القعام السود في جبهة علب المطلة على منطقة سحار الشام بمحافظة صعدة. وفي تطور لافت في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة، أكدت مصادر عسكرية للسياسة أن ميليشيات صالح والحوثي سيطرت على جبل الشبكة وموقع العلم والتبة الرملية ومحطة السليم والعكدة الواقعة جنوب شرق عسيلان. إنهم يقتلون الصحف، بهذه الصرخة عنون الكاتب جميل مطر مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال فيه: إنهم يذبحون الصحف، سمعتها من صحفي أجنبي يعلق على حال الصحافة في معظم الدول التي زارها أخيرا خلال رحلة له حول العالم. قال: أينما تذهب ستجد حكومة تحاصر الصحف وتطارد الصحفيين.
معظم حكومات العالم السلطوية كما الديمقراطية تكاد تكون متفقة على تجفيف مصادر الأخبار لحرمان الصحفيين من المعلومات التي هي سبب وجودهم. نعرف من ظروفنا المحلية أن العمل الحكومي مهما كان جاداً أو تافهاً صار جزءاً من أسرار الأمن القومي وعماد الحرب ضد الإرهاب. يعرفون ما نعرف، يعرفون أن لا معلومات يعني لا صحافة. حكومات كثيرة تجرب الآن تلفيق قضايا للصحفيين فتلهيهم وصحفهم ونقاباتهم في الدفاع ودفع الغرامات والكفالات. سياسة كهذه كفيلة بأن تشل الصحفيين وتنشر الارتباك بينهم وتدفع ضعافهم إلى التهافت على الوقوف على أبواب السلطة أو نوافذها سعياً وراء إرضاء الحكم على حساب المهنة ومستقبل الصحيفة والصحافة بأسرها. قال صحفي لبناني كبير: إذا انتفت السياسة أو ضاق مجالها وأغلقت أو جفت مصادر الأخبار وتعمقت مهانة المهنة تحت القمع وتلوثت سمعتها بالتشهير والفساد، فالموت البطيء لصحيفة بعد أخرى هو النهاية المحتومة. من بوابة أخبار اليوم نطالع الخبر الأكثر تعليقاً. رئيس الفلبين: بعض أقاربي أعضاء في داعش. قال رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي إن عدد من أفراد عائلته وأقاربه ربما يكون أعضاء في عدد من الجماعات الإرهابية، ومن ضمنها الجبهة الوطنية لتحرير مورو وجبهة تحرير مورو الإسلامية. وأضاف الرئيس الفلبيني في تصريحات صحفية أن تنظيم داعش الإرهابي الذي يشتبه في تورطه في عدد من الهجمات الإرهابية في البلاد سبتمبر الماضي أصبح متواجداً في كل مكان بالبلاد، ومن المتوقع أن يكون عدد من أبناء عمومته من ضمن أعضاء الجماعة الإرهابية. وأكد الرئيس أنه إذا التقى بهم في أي وقت فسيتعامل بشكل رسمي، ففي النهاية هم مجرمون وأعضاء جماعات إرهابية، وهو رئيس يسعى لتطبيق القوانين. يذكر أن الرئيس الفلبيني معروف بتصريحاته المثيرة للجدل. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي نقرأ لكم: ملكة السويد تقول إن قصرها مسكون بالأشباح. وتقول الصحيفة: أدلت ملكة السويد سيلفيا بتصريحات غريبة ومثيرة للدهشة، إذ ادعت أنه بين الفينة والأخرى تصادف أشباحا طيبين في قصرها. وقالت الملكة سيلفيا البالغة من العمر 73 عاما في فيلم وثائقي أنتجته محطة الإذاعة السويدية SVT، هناك أصدقاء صغار وهم الأشباح وجميعهم لطيفون، وبحيث تشعر من حين إلى آخر أنك لست بمفردك. وأضافت الملكة أنها لا تشعر بالخوف منهم بل بالإثارة وحدها. يذكر أن تاريخ قصر دروتنين غولم الملكي يعود إلى القرن 17، وهو يقع على إحدى جزر بحيرة مالار في ضواحي العاصمة السويدية ستوكهولم. إلى صحيفة الشرق الأوسط والتي عنونت في أكثر أخبارها تداولاً: معمر فرنسي يقطع بدراجته 22 كيلومتر في ساعة. وقالت الصحيفة: دخل المعمر الفرنسي روبير مارشان البالغ من العمر 105 أعوام التاريخ عندما قطع 22 كيلومتر بدراجته في ساعة واحدة في مضمار قرب باريس. وقالت الشرق الأوسط: للمعمر مارشان جمهور كبير في فرنسا وهلل له مئات المعجبين وهو يقود دراجته حول مضمار سان كونتان أون إيفلين، لكنه لم يحطم رقمه القياسي السابق وهو 26 كيلومتر، والذي حققه في عام 2014 وكان عمره آنذاك 102 سنة. الكاتب حلمي الأسمر وفي صحيفة العربي الجديد نشر مقال بعنوان: بعد سحق الربيع نحمل السيوف للمحاريث، وقال في أجزاء منه: لا أحب الكتابة في الذكريات وأحياء المناسبات، لكن شأن الربيع مختلف، فهو دائم القدوم ودائم المقاومة. هذه الأيام تحل ذكرى الربيعية، الأسباب التي فجرت الثورات لم تتبدد ولم تختفي، وأنا أقتبس من مقال في الجارديان هنا. بل لعل الظروف اليوم من عدة جوانب أشد وأنكى، والأوضاع أكثر قابلية للانفجار مقارنة بعام 2011. الرجال والنساء الذين تملكهم اليأس ويمموا تجاه أوروبا، إنما خرجوا طلبا لحياة أفضل من التي تتوفر لهم في أوطانهم. بحسب تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، يسكن الشرق الأوسط 5% فقط من سكان العالم، لكنه يولد 45% من الإرهاب في العالم. الأسباب التي ستولد دورة جديدة من الاحتجاجات واضحة، ومن ذلك أن العالم العربي تزدهر فيه السيوف لا المحاريث، وهو الذي أنفق خلال ربع القرن الأخير
ما يقرب من 75 مليار دولار سنوياً على التسليح. تسيطر النخب العائلية على السلطة، والأعمال التجارية لا تكاد تتم من دون الواسطة والمحسوبية. الفساد أدى إلى إهدار كم هائل من الموارد. الأمم المتحدة تقول إن ما يقرب من 11 تريليون دولار نهبت خلال نصف قرن. كان يمكن لهذه المبالغ أن تستثمر في إيجاد فرص العمل وتحسين الخدمات الأساسية. مع بداية العام الجديد وانتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، نشرت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على فيسبوك مجموعة من الصور الطريفة له خلال عام 2016، وفي إحدى الصور ظهر أوباما وهو يطفئ شمع عيد ميلاده في مكتبه في الوقت الذي كان فيه بعض الموظفين يحاولون استراق النظر من الباب. كما كانت لأوباما مجموعة كبيرة من الصور مع عدد من الأطفال الصغار، معظمهم من أبناء موظفي البيت الأبيض. نتابع الصور المنشورة في العرب الجديد. نختم حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة بمجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.